جيت شو صار لك؟ لوين رحت؟ وليش أخذت أخوك؟ عن شو حكيتوا؟ ها؟ ابني جيت؟ كنت عم بحكي لهم شغلة قبل ما تجوا أنك كنت عم تمزح مع ماهي قبل الخطبة مشان تخاف. عمي، مرت عمي، إذا بتسمحوا لي بدي أحكي مع ماهي لحالنا إذا ممكن. إيه ابني، أكيد، تفضل. ماهي، لو سمحتي. شو عم بيصير؟ ماهي مبينة متفاجئة، حاسسني قلبي إنه في شي مو منيح رح يصير قبل الخطبة. خير جيت، شو بدك تقلي؟ أنا ماهي، أنا بعرف كل شيء. شو؟ بعرف بدك تلعبي أعصابي لهيك عم تمزح معي، صح؟ عم أمزح؟ حظي اللي مزح معي بأحلى يوم، مو بقصدي. ليك تقدر تمزح معي دائما بس أكيد مو بهاليوم. ما بيصير الكل ناطرينا تحت، ما أنا حلوة. تعال ماهي. فكرت قبل شوي إني رح أحكي معك ببساطة، وهلأ أنت هون، ما بعرف كيف بدي بلش ومن وين لحتى تقدري تفهمي شو المشكلة. الناس بتقول صعب نعترف لحدا بالحب، بس طلع الأصعب إنه نصدم حدا بحب حياته. أنا ما عم أفهم عليك، شو قصدك من هالحكي؟ قصدي أقول إني ما